طبعاً المجتمع مش ناقص معقدين. هو صح معك حق، بس يعني كل إشي. لاحظي كم مرة قلتي لي إنه صح معي حق وأنا ولا مرة قلت لك معك حق. هاد The Blind Debate Show مش تقليد، ولو فهي صدفة وهذول اثنين بعرفوش بعض. الله يقويها. إيه صباح الخير. صباح النور. أهلاً. مرحبا. أهلاً وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. كم عمرك؟ 24. وأنت؟ 22. حلو. شو بتدرسي؟ والله وقفت على التوجيهي ما بدرس. أنت؟ أنا بدرس طب أسنان. نايس. حلو. دكاترة أطباء. الله يخليك. طيب عندك إشي حابة تسأليه قبل ما نبلش؟ لا بلش. انت عارفه موضوع اليوم عن شو موضوع الحلقه؟ عن الذكوريه. طبعا طبعا. طيب يا ستي العزيزه، شو رايك انت بالذكوريه في المجتمع، او ما تعريفك للذكوريه؟ الذكوريه هو وجود ذكر بالمجتمع بيساهم في بناء المجتمع فقط لا غير. فقط لا غير، بس وجود ذكر بيساهم. لا لا، احنا انا هذا تعريف الذكوريه بالنسبه لك، ولا تعريف انه ايش نسبة وجود الذكر في المجتمع؟ لا بالنسبة لي هاي. يعني حلو. طب وجهة نظرك عن الذكورية حلوة. لانه الناس فاهمة الذكورية انه الذكر هو اللي يكون طاغي في المجتمع. لا مو اللي هي الناس فاهمة صح يعني. لا مو شرط يكون طاغي، ومش لازم يكون طاغي لا هو ولا الانثى. يعني احنا مش جايين نباطح في بعض. مين يعني نجيب حيوانات يعني يحكمون؟ لا يعني عادي، بس مش ضروري الانثى والذكر يناطحوا في بعض يعني. صحيح. ديك وديك ما بزبط، ديك وجاجة بيعرفوا يتفاهموا نوعا ما، بيحاولوا يعني يوصلوا للنتيجة. مش طيب. يعني انت برايك انه هل الانثى قادره على صنع قرار لحالها من غير ذكر؟ طبعا في حال عدم وجود ذكر طبعا بتقدر. في حال عدم وجود ذكر. وفي حال وجود ذكر طبعا. شو فائده وجود الذكر؟ هو بس عشان قرارات يعني؟ طب ما يحمل جره الغاز، ما يبدل المي، وينزل يكب الزباله، سوري يعني، ما يروح على السوبر ماركت بدل ما انت اللي تنزلي بنص الليل، ما يكون عندك مكان بدك تروحي يجي هو يوصلك بدل ما تطلعي في تاكسي. طيب انت على اي اساس بتطلبه في المساواه وانت قاعده تطلبي منه يعمل كل هذا؟ هو ما رح يفتح بطنه وياكل ويعبي كرشه، وما حيروح البيت ويلاقي البيت نظيف ومرتب وجاهز، ما حيلاقي الدعم المعنوي والعاطفي لما يكون مثلا الذكر واقع بمشكله او شيء مش قادر هو يحله، مش بروح عند اي اكيد الذكر اذا عنده قلنا زي هيك هيضل يوقع في مشاكل. ليه؟ ليش ان شاء الله؟ منتهين منه. ليه؟ لانه شوي هيك حاسك يعني بتعمل مشاكل. بعمل مشاكل؟ اه. كيف بعمل مشاكل؟ يعني انه لا انت مهمل وجود الذكر على الاخر، يعني انت قاعده بتقولي انه الذكر فائدته بالمجتمع يكب الزباله ويروح على السوبر ماركت. لا طبعا لا طبعا، وذكر في ذكر دكتور وذكر مدرب لما يروح على السوبر ماركت. لا ما هو اللي بيجيب المصاري عشان يروح على السوبر ماركت. وليش ما البنت كمان تكون تقدر تجيب المصاري يعني؟ البنت طيب معناته اذا هي بتجيب المصاري ليش؟ وباي ذا واي فرص البنات بالشغل بالاردن اكثر من فرص الشباب بالنقاش. طب ماشي، هذا ترى النقاش ضعيف هيك ماشي. اللي بيكون الفرد فيه بقاطع وصوته بيعلى. انا حبيت انبهك. اوكي هينا رح نوطي صوتنا يعني هيك روق يروق عادي ما في شيء. اوكي عادي. يعني انت مع المساواه؟ طب المساواة مش شيء كويس. كيف مش شيء كويس؟ يعني انت بتعرفي الفرق بين العدل والمساواة صحيح؟ صحيح. طيب المنطق بيقول انه احنا نكون مع العدل مش مع المساواة. طب ليه مش عدل ومساواة؟ عدل ومساواة مع بعض ما بيلتقوا. شلون؟ اذا اجى العدل احنا بغنى عن المساواة، واذا اجت المساواة احنا هيك يعني خلص فاهمة؟ اهملنا العدل. انت ضد المساواة؟ طبعا انا مع العدل، انا مع دلال الانثى، انا مع انه الانثى احنا نحافظ عليها نخاف عليها ندللها عشان هي اللي بتبنينا، عشان هي اللي بتبني الطفل، هي اللي بتكبر الرجل، هي اللي بتكبر الانثى اللي زيها. طب انا مش كنت احكي هيك قبل شوي؟ شو كنت تحكي؟ انه هي الانثى اللي بتعمل وبتسوي كمان. طبعا بس انت بتقولي انت مع المساواه. يعني هل انت مثلا هسه مهنه البناء عمال البناء والبطون والاسمنت والتعتيل هذا اذا انت مع المساواه يعني انه انت روحوا اشتغلوا فيها كمان. ترى في بنات تحملي شوال اسمنت، في بنات مسخمات في مصر يعني وبالدول العربية. أنا عايش في مصر. طيب في بنات ماكلين هوا يعني بالقرى وبيشتغلوا هيك شغل. في بنات في القرى، في بنات قلتي في بنات أقليات، بس طيب هل في ذكور؟ It's nothing impossible يعني.
بتحصل مش إشي تحصل لكن بصعوبة قصوى. طبعا بس تقدر تتحمل. ليش؟ ليش نحطها في هالمكان؟ عمي ظرفها تحت مسمى المساواة. ظرفها لا في عادي احنا ماشي ما احنا بدنا هلا هذا مش عدل طبعا بدنا نحميكم انه تنحطوا من هذا الظرف ما بدنا نحطكم في هذا الظرف والله يا ريت. هاي هي تعريف الذكورية انه احنا شايلونا يا عمي المسؤوليات بس ادعمونا. ايش بتقولي لي روح كب الزبالة سوري شو اللي انا عم بحكي باساسيات وجود الذكر بالبيت مش بالحياة. اساسيات وجود الذكر بالبيت كب الزبالة وروح السوبر ماركت. يا الله لا مش هيك قصدي. خلص قولي تفضل. ايه انه الذكر وجوده بالبيت بيساعد. اوكي اشي كتير حلو انه يكون في ذكر بالبيت وامان وفي زلمه بالبيت يعني لو صار ما صار هو اللي حيدب في الموضوع وانت مش حيصير لك اشي. فيعني عند الحزه واللذه مين اللي بتدخل الذكر ام الانثى؟ طبعا الذكر بالمواقف الصح الصح اللي بتحتاج رجوليه. أيوة. طبعا الرجل هو لازم يتدخل. يعني هسه في فرق بين الرجوليه والذكوريه. الرجوله هي شيمه ممكن انها تحملها الانثى تعرفي ويحملها الذكر مش كل مش كل ذكر رجل. لا بس احكي انا قصدي عن فيزيكال كمان يعني شايفه معناته ما بنفع نساوي بيني وبينك يعني انت بنفع تشتغلي سكيورتي. في بنات بيشتغلوا سكيورتي. في بنات بيشتغلوا سكيورتي عشان يفتشوا شنات البنات بس بنفع انت تشتغلي سكيورتي بعد الساعه 1 بالليل ويجي عليكي مثلا اثنين لا مسلحين ما بنفع. فاحنا ليه بدنا نسويكم؟ لا احنا عدل يعني. يعني انت مع انه يكون في عدل بس العدل يكون انه انتم تعملوا اللي عليكم بنفس الوقت تديروا بالكم علينا. بالضبط وبنفس الوقت انتم تعملوا اللي عليكم. طب ايش اللي بدنا نعمله علينا؟ اللي تديروا بالكم علينا. تخيلي شايفه احنا عندنا مهمتين نعمل اللي علينا وندير بالكم علينا بس انتم اللي عليكم انه تديروا بالكم علينا. بس؟ بس. هاي هي مهمة الانثى بالحياة؟ يعني احنا شوف لوين مسهلينها عليكم وانتم ما بدكم هيك. بارك الله فيك والله. الله يبارك فيك. انتم ما بدكم هيك. يعني انا مش فاهم انتوا 9 شهور حمل كل شهر اسبوع اجازه امومه كل هذا يعني انت فاهم قديش انت تكوينك الجسماني اصلا متعب. احنا بنفهمكم انه انتوا فسيولوجيا تتعبوا انتوا ما بدك تروح تداوموا و12 ساعه وانت ابصر شو ليه. على فكره الوحده لو بيطلع لها تقعد بالبيت تدلل ويجيها اللي بدها اياه وبدون ما تطلع تشتغل صدقني ما بتطلعش من عتبه البيت. شايفه في بس ناس بس في ظروف. في ناس من غير الظروف، احنا ما بنحكي عن الظروف، الظروف لا لا. المرأة اللي بتشتغل هاي لها كل الاحترام. بالعكس هاي عندها رجولة أكثر من اللي الشاب اللي قاعد وما بيشتغل، اللي تعرضت لظرف وراحت تشتغل وقاومت وحاربت عشان تعرف تاكل وتعيش وتنبسط بحياتها هي لها كل الاحترام. اوكي بس هذا لا سوري بلا ما اقطع بحديثك بس يعني هذا لا يعني إنه الشغل هو رح يخليها إنه تقلل مسؤولياتها. او الشغل رح يخليها انه ما تاخذ الاسبوع هذا اللي بيجيها بالشهر دون حاجه للشغل. انا بشوف انه هي لما تشتغل قاعده بتهمل الشغلات الثانيه. طبعا اكيد خلص يعني بس انت ما تحكي انه عندكم 9 اشهر وعندكم اسبوع أنا لانه البنات بالشغل لما يشتغلوا لا المدراء ولا المديرات حيتفهموا هذا الاشي ان كان المدير ذكر او انثى. فبرضه احنا بناكل هوا يعني فكرك المره الحامل على اي شهر بتعطل اي شهر ما بعرف 5 يمكن ولا على الشهر الخامس بعطوها عطل ولا السادس انه ماشي ان شاء الله على الشهر السابع او على الثامن. طب بس يعني ما بتدلع يعني بتعطل شهر عن شغلك انت شو هذا الهبل غير اجازه الامومه. هذا بزنس انا فاتح بزنس بده يقوم باجازه موظف عندي يغيب شهرين ثلاث يعني يشتغلي خلص بس تمام. مثلا انت مثلا اجاكي ولد عمي لا بربيه وبطلعه على الشارع عشان الناس ما يسبوا علي اذا ما ربيته تربيه مش كويسه بربيه بعرف كيف اخليه يدخل جوا المجتمع بعدين بروح بشتغل. وي كان مانج عادي انه تعملي بلانس. اه يا ريت احنا هذا اللي بنتمناه انه انتم تقتنعوا انه واحنا كمان نوصل لطريق وسطي بيننا وبينكم تقدروا تعملوا فيه بلانس. ما هو فعليا بس مش تروحي على الشغل معك ابنك الصغير اكيد لا هاي مرمطه يعني هاي مرمطه والطفل يعني بتطلعيه معقد. طبعا المجتمع مش ناقص معقدين. هو صح معك حق بس يعني كل إشي لاحظي كم مرة قلتي لي إنه صح معي حق وأنا ولا مرة قلت لك معك حق. شو قصدك يعني؟ يعني أنا نقاشي غلط كله قصدك صح؟ لا. شايف إنه أنتوا الذكورية يعني أنتوا بتخلي أنتوا بتجيبوا الحق لحالكم أقسم بالله أنا الحق علي أصلا. حبيت أنبهك بس يعني. ليش تنبهني أنا على فكرة عم بحكي صح؟ صح أنت بتحكي لأنك بتحكي في السياق تبعي فهيك أنت صرت بتحكي صح. هسا المهم يا ستي العزيزة يعني الاختلاف لا يفسد للود قضية
صحيح؟ شو هو؟ الاختلاف لا يفسد للود قضية. صح. يعني الود موجود بالحوار. طيب بديش أحكي لك صح. حكيت. المهم هسا بدنا نحكي إنه أنت وجهة نظرك هاي شو تأثيرها على مجتمعنا؟ يعني انت يا ريت يكون لها تأثير. الزلمه بكب الزباله بروح على السوبر ماركت. انت خلص الزلمه هسه قاعد مع ابوه ما رح الزلمه هسه ما رح يسمع عنه شيء الا اني حكيت انه يروح على الدكان يكب الزباله. انت هيك جاي تحكي لي؟ انا بحكي لك اللي انت انا حكيت عن وجود الزلمه بالبيت. الزلمه بالبيت يكب الزباله وروح على السوبر ماركت، يعني برا البيت ايش يعمل الزلمه؟ يروح على يشتغل. يشتغل يدير باله على اهله، يدلل اهله، يجيب يحط، ما يعمل لا يجيب ولا يحط، يدخل البيت بابتسامه. تتناقض يا في نص حكي. يعني طب انت شو نصيحتك للمجتمع؟ وجهي لي رساله هسه للمجتمع باسم الانثى. الانثى اصحي كثير كيني على زلمه واعملي كل شيء بدك اياه زي ما انت بدك، ولا تستني رحمه زلمه ولا تستني كلمه من زلمه. الزلمه اذا منيح بحياتك خليه طبطبي عليه، اما اذا وجه نكد وضغط عليكي وقالوا قلنا امسك حالك روحي، الا اذا كان والدك. يعني هاي الابهات احنا ملناش حكي فيها، خلص من ربنا مكتوبه علينا. فرسالتي كوني حقانيه بس خذي واعطي دارلينج، خذي واعطي عشان ما ينحكى عنا انه احنا غول ومنعرفش نحكي ونتناقش، لانه هم اصلا ما في اشي بنحكيه بيعجبهم. خلص كل هاي رساله تردحي للمجتمع قاعد. ما انت قهرتني. الله يقهر. طيب انا رسالتي انا شايف انه وجهه نظري بتاثيرها على المجتمع، انه ان شاء الله في هيك وجهه نظر احنا نرتفع اكثر واكثر، وان شاء الله انه نتقدم في وجهات نظر زي وجهه نظري. ورسالتي يعني للي بسمعونا، لا تسمعوا اللي حكته ولا تعملوا شيء اللي حكته. ترى اقسم بالله انه في اشي في عقلك انت، انت بس بدك تحكي لي لا، انت بس خالف تعرف. والله ما خالفتك. لا بلا انت خالف تعرف. انا كل اشي بحكي لك اياه عم تحكي لي لا، وكل مش عشان انا مجريتك بالحكي يعني بتقعد تحكي لي انه انا عم بخليك تحكي على كل شيء صح. والله لا، الاختلاف لا يفسد للود قضيه. طب ما انت الاختلاف لا يفسد الود. ما انت ما تنرفزني، بديش اشرب شاي. شاي 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 روقي 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 من الحلال. اليوم جمعه والدنيا لسه صبح، الواحد والله انت عسى بتصبح فيك. انت متخيل ان انا تصبحت فيك هلا؟ شو هاليوم والله يا بختك. انا رح احكي رجاء بعد اذنك. تفضل خلص تفضل. عشان العدل، عشان مصلحة العدل. العدل. طيب قلت لي عمرك 22 سنة؟ صحيح. وبتدرس طب اسنان؟ صحيح. طيب كيف متخيلة شكلك انا؟ حسيتك اشقر. صح، حدسك قوي كونت. دائما الاناث حدسهم قوي. بالضبط. ايش كمان؟ اسمع والله شكلك اسود بتتخوت علي. اسود؟ لا لا صح، الاولى صح. اشقراني ومش كثير طويل. بيضاني ولا حنتي والله ما انا عارفه، بس هاي شكلها خليني اسكت. حركات البيض. انت عنصريه برضو يعني انا كلها لا، انت خليتني عنصريه. مش وقتها، انت خليتني عنصريه. مش راح نختلف. انت حطيتني، انا شو عملت فيك يعني؟ انت خليتني عنصريه. خليتك عنصريه. انت خليتني عنصريه. اوكي اوكي حول الله يا رب. لا بعد. وطولك متوسط؟ ووحيد بين اربع بنات. واحد. تمام. واخر العنقود و مش عارفه. سنجل بائس حزين اكيد. طيب انا ايش بتوقعك؟ انت قلتي خربت لي الميك اب وشعري. ايوه. فانا بتوقع انت شعرك من النوع اللي انتو بتحطوا لونين بشعرك. متوقع هيك انه شعرك فيه لونين. حاسك لا ضعيف كثير ولا ناصحه. يعني وسط مائل الى الاقل من الوسط كوزن. موضوع النحف والضعف مفروض لبقيا يعني ادبا انك ما تفتح مع البنات يعني من اللباقه. بنعرف نحكي. انت قاعد هسه الناس قاعدين بيشوفوا في لسه الشاي هون هو. لا لا راح. طيب خلص هيك انت توقعتيني اشقراني وسنجل ووحيد واخر العنقود. تمام. انا متوقعك مش وحيد. اوكي عندك
ممكن عندك أخت وأخين، ممكن هيك شيء. خلص بكفي هيك صح. أوكي. يلا نشيلهم هذول. مش عارفة نشيلهم. نشيلهم. ثلاث ما تعرفني أنت صح ولا بعرفك؟ لا للأسف. صباح الخير. صباح النور. دان. معصبة شكلين. كثير نرفزني لأنك. وعالشرشف. يلا احكي لهم مع السلامة. مع السلامة. نايس تو ميت يو. ولا تسمعوا أي شيء حكيت لكم يا خلال الحلقة. أنتوا لا تسمعوا حكي لأنه هو بس بده يبصم مش عارف هو حافظ مش فاهم. ممتاز.